بداخلنا لازم، ما قدامناش خيار. هذا الرجل هو الذي أنقذ البلد، هذا رجل مقاتل، هذا رجل لديه من الوعي والفكر والرؤية ما يجعله يتخذ القرار الصحيح. وظل على موقفه. لما رحنا يمكن في احدى المرات الكلية الحربية اشار لينا اشارات بانه لا يستطيع ان يتخلى عن ثقة الشعب اللي طلبها منه انه لازم يبقى مرشح رئاسة الجمهورية. مجلس أعلى القوات المسلحة لما اجتمع مع القائد العام في هذا الوقت وتعرض أمر الترشح، كان المجلس الأعلى داعم في إطار دعم المنظومة كلها، الشعب كله كان عايز القائد العام يبقى رئيس جمهورية. ولما طلع يوم 26 مارس 2014 وخرج بملابسه العسكرية اللي صمم، كان برتبة المشير اللي صمم يتمسك بيها في هذا الوقت، شوفوا كان بيتكلم ازاي، وشوفوا كان يعز عليه ان يخلع البدلة اللي لبسها من هو طالب في المدرسة الجوية. ده القائد العام اللي استجاب لنداء الشعب المصري ومؤسساته المختلفة وقرر أن يرشح نفسه ليلعب الدور الأهم في حياة الشعب المصري.